بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ المساعد الدكتور مازن عبد الرحمن الهيتي، مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة الأنبار، محاضر مادة التخطيط والتنمية، وهي موجهة لطلاب المرحلة الرابعة كلية الآداب. المحاضرة الثانية هي الأسس والمفاهيم النظرية للتخطيط. استكمالا للمحاضرة السابقة، نصل إلى تعريف التخطيط بحسب المجال أو الميدان الذي يعالجه. يقسم التخطيط حسب المجال والأنواع إلى الأنواع الآتية: أولا، التخطيط الطبيعي. يهدف هذا النوع إلى حسن الاستثمار والمحافظة على الموارد الطبيعية. ثانيا، التخطيط البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية. ثالثا، التخطيط الاقتصادي، ويهدف إلى زيادة الإنتاج القومي ومعدلات التنمية. رابعا، التخطيط الاجتماعي، ويهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. خامسا، التخطيط الثقافي، ويهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لأفراد المجتمع. التخطيط التربوي، ويهدف إلى تنمية وتطوير الجوانب والمعايير التربوية. التخطيط الصحي، ويهدف إلى تحديث الخدمات الصحية وتطويرها. التخطيط المؤسسي، وهو تخطيط على مستوى مؤسسة من المؤسسات الدولة وبما يحسن من أدائها من حيث الكفاءة والكفاية. تاسعا، التخطيط الحضري، ويهدف إلى تنمية وتطوير المناطق الحضرية. عاشرا، التخطيط البيئي، ويهدف إلى المحافظة على البيئة وتعزيز وتصميم المعايير البيئية لتحسينها وتطويرها. هذه الأنواع العشرة حقيقة ممكن أن نتطرق إلى بعضها بشكل يعني على عجالة. أولا، التخطيط الطبيعي. هنا هذا النوع من التخطيط جدا مهم، ولا سيما تلك الدول التي تمتلك إمكانات وموارد كبيرة تحتاج إلى نوع من أنواع التخطيط، ويعرف بالتخطيط الطبيعي لإمكانية الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في البلد لاستثمارها باستثمارا عقلانيا بدون هدر، وبما يحقق نتائج منشودة، وهي إفراد حصة الأجيال الحالية دون المساس بحصة الأجيال المستقبلية منها. بالتالي نصل فيه إلى ما يعرف بالتنمية المستدامة، هذا في موضوع آخر. لكن هنا نقول أن التخطيط يفرد حق الأجيال الحالية من هذه الموارد من خلال الاستثمار الأمثل، وبما يضمن حقوق الأجيال الأخرى القادمة اللاحقة من هذه الموارد دون العيش بالمديونية. نعم، التخطيط البشري لا يقل أهمية أبدا عن التخطيط الطبيعي. هنا يهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية، وذلك من خلال إتاحة الفرص الكبيرة للتعليم بكل أنواعه، ابتداء من رياض الأطفال وانتهاء بالدراسات العليا في الجامعات وفي المراكز البحثية المتطورة التي تنمي وتطور الخبرات العلمية بحيث يصل إلى مستوى ممكن الإبداع والتطوير. وهناك نوع آخر هو التخطيط الاقتصادي. هذا التخطيط مهم جدا في استثمار المواد المتاحة لزيادة الإنتاج القومي ومعدلات التنمية في البلد. لا يقل أبدا أهمية عن الأنواع الأخرى. نأخذ الجانب الصحي مثلا، تحديث وتطوير الخدمات الصحية من خلال إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية الدقيقة والمراكز العلمية الصحية المتخصصة الأخرى، وإرفادها بالأجهزة المتقدمة التكنولوجية التي تتيح إمكانية تشخيص الأمراض لمعالجتها والتخلص منها. النوع آخر هو التخطيط الحضري.
يهدف هذا إلى تنمية تطوير المناطق الحضرية من مدن وأحياء وقرى وقصبات وإلى عواصم حسب مستوى المركز الحضري المعتمد. وأخيرا التخطيط البيئي يهدف إلى المحافظة على البيئة من التلوث من الملوثات من الملوثين بحيث يعزز ويصمم معايير بيئية لتحسينها وتطويرها دون المساس بها والإضرار بها. ثانيا الأسس والمفاهيم النظرية للتخطيط الإقليمي. انتقلنا من التخطيط بصورة عامة إلى التخطيط الإقليمي. مفهوم التخطيط الإقليمي: ظهر التخطيط الإقليمي استجابة للمتطلبات الإقليمية، وهو يحمل السمات الرئيسية للتخطيط التي تتمثل بكونها أعمال متتابعة مصممة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية عبر فترات زمنية مختلفة، وأن تلك الأعمال المتتابعة تمر بعدد من المراحل، تبدأ بتحديد المشكلات مرورا بصياغة الاستراتيجيات ووضع البدائل المناسبة انتهاءا بمرحلة المتابعة وتقديم طرق العمل. وهكذا هو التخطيط الإقليمي، حيث يمثل المستوى الوسط بين التخطيط القومي والتخطيط المحلي. لذلك أصبح التخطيط الإقليمي متشعب الاتجاهات والجوانب ومتعدد المعاني بحكم الاختلافات في المهام والخواص كانعكاس الاختلافات في العوامل المكانية وفي مستويات التطور المكانية بين بلد وآخر أو على مستوى البلد الواحد بين وحداته الإدارية. لذلك ظهرت مدارس فكرية متعددة حقيقة لتعريف التخطيط الإقليمي تبعا لمجالاته وأصنافه ومستوياته وأهدافه. فيرى مثلا جون غلايسون أن التخطيط الإقليمي هو الوسيلة الأمثل لتقليص الاختلافات الحضارية والسياسية بين مختلف مناطق العالم. ويرى بيتر هول أن التخطيط الإقليمي هو إعادة ترتيب أجزاء الإقليم الواحد بأفضل صورة ممكنة لتحقيق ماذا؟ المتطلبات الأفضل لمستقبل تلك الأقاليم. ويرى رزلة بأن التخطيط الإقليمي هو ذلك التخطيط الذي يهدف إلى تحقيق التناسق المكاني في مواقع النشاطات المختلفة وباتجاه تحقيق التنمية والتطوير، وبما يضمن رفع مستوى الدخل وبما يؤمن مستوى معاشي أفضل. وهو بهذا التعريف يرى بأن التخطيط الإقليمي أداة أساسية وسياسية تخطيطية قومية لتحقيق التنمية الإقليمية. كما ويرى العالم فريدمان أن التخطيط الإقليمي هو إعادة ترتيب وتنظيم النشاطات واستعمالات الأرض في المناطق التي تقع خارج حدود التنمية. ويعرف العالم ألدد التخطيط الإقليمي على أنه التخطيط الذي يتعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية والطبيعية في إقليم معين أو في منطقة جغرافية محددة. ويعرف من قبل السقار بأنه دراسة وتحليل الموارد الطبيعية والبشرية لمنطقة محددة ما لحل مشاكلها الخاصة والكشف عن إمكانياتها واتجاه تنميتها وتطويرها. وحقيقة نرى هذا التعريف من أبرز وأهم التعاريف. عموما نقول أن التخطيط الإقليمي هو من العلوم الحديثة التي نالت اهتماما كبيرا في معظم دول العالم باعتباره الأسلوب الأمثل لتقليص الفجوة في مستويات التنمية بين الأقاليم وتحقيق تنمية متوازية بين جميع مناطق وأقاليم الدولة الواحدة. هذا التخطيط يعني بأن الدولة يجب أن تكون في كل وحداتها الإدارية تقريبا أو نسبيا متوازنة أو متوازية في عمليات التنمية والتطوير من حيث الفرص، فضلا عن التسرب
تسريب معدلات التنمية كونه يمثل البعد المكاني للتخطيط القومي. والتخطيط الإقليمي أصبح أحد الأساليب المهمة في تخطيط التنمية الشاملة باعتبار الوسيلة الأساسية لتحقيق قدر من التوازن في توزيع المشاريع والاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أو بين المناطق الحضرية والريفية على مستوى الوحدة الإدارية الواحدة، وبما يؤمن إزالة أو تقليص الفوارق والتباين في مستويات التنمية بين مختلف المناطق. على ما تقدم أن التخطيط الإقليمي يركز على أهمية البعد المكاني للتنمية من خلال تحليل فرص الاستثمار المناسبة في كل منطقة وتحديد المشاكل والمحددات التي تعيق تلك المناطق وسيل سبل معالجتها. على ذلك فإن التخطيط الإقليمي يكشف عن المفردات والجزئيات والمفاصل التي تعكس واقع المستوى التنموي في كل إقليم أو أكثر، مما يستطيع التخطيط المركزي القومي أن يفعل ذلك، لأن الأخير معني بالدرجة الأساس التنمية القطاعية. وبهذا يصبح التخطيط الإقليمي حلقة وصل أو مستوى وسط بين التخطيط القومي والتخطيط المحلي، ومن هنا يبرز دور هذا التخطيط في التخطيط التنموي الشامل من خلال رسم سياسة التوزيع المكاني لمشاريع خطة التنمية القومية وتخصيص الأماكن المناسبة لها، وبشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في الإقليم. ثانيا، نشأة التخطيط الإقليمي، وهي حقيقة هذه الفقرة مهمة جدا. تعود البدايات الأولى لظهور التخطيط الإقليمي إلى العقد الثاني من القرن العشرين في دول غرب أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول من نادى بالتخطيط الإقليمي هو العالم باتريك، الذي بين مشكلة تدهور المدن نتيجة للهجرة الوافدة من الريف إلى المدن، حيث نادى بالتخطيط الإقليمي للمدينة وتنميته وتطويره كأسلوب لحل مشكلة الهجرة إلى المدن في تلك الفترة. وازداد الاهتمام بالتخطيط الإقليمي بعد الحرب العالمية الثانية للدول التي عانت الدمار والخراب وتكبدت خسائر مادية كبيرة جراء تلك الحروب التي خاضتها أو التي دخلتها، حيث توقفت الكثير من مشاريع الصناعية والخطط الاستثمارية والتي كانت تتركز في أقاليم معينة. ومن أجل معالجة لكل هذه المشكلات لجأت إلى اعتماد مشاريع اقتصادية وباتجاه تحقيق معدلات غير مالية في الاقتصاد، وتركيزها على ماذا؟ على الجوانب التنمية باتجاه تحقيق معدلات غير مالية في الاقتصاد، دون الأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد المكانية، مما أدى إلى تعميق المشاكل التفاوت المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بين الأقاليم. ومن أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب ومعالجة مشكلات التركز السكاني والصناعي ومشاكل التفاوت المكاني في مستويات التنمية بين الأقاليم، دفعت المسؤولين إلى تفكيرا جديا لمواجهتها، ومن خلال إعادة العمل وتفعيل أسلوب التخطيط الإقليمي كوسيلة فعالة لإعادة التوازن المكاني في مستويات التنمية، وبما يؤمن تحقيق حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. نعم. ولاحقا تم الاعتماد على التخطيط الإقليمي من قبل دول أخرى، ففي مثلا بداية الخمسينيات اعتمدت الهند التخطيط الإقليمي لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي عانت منها المدن الكبرى. نتيجة ماذا؟ نتيجة الهجرة أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن الرئيسية، حيث تم وضع خطط لتنظيم استعمالات الأرض في المدن وفي المناطق الريفية من خلال مخططات هيكلية
تحدد مواقع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية وما يؤدي إلى تنمية وتطوير الأقاليم الريفية وباتجاه الحد من معدلات هجرة أكبر مستقبلا. بما أن الريف يعاني ما يعاني من نقص في الخدمات ونقص في الاهتمام ونقص في الخدمات، أصبح من الواجب على السكان الحصول على هذه الخدمات بعيدا عن مواضع سكناهم، والحل هو الهجرة. وعملية الهجرة بحد ذاتها مشكلة كبيرة للمناطق التي يهاجر إليها وللمناطق المهاجر منها. واستمر العمل حقيقة بأسلوب التخطيط الإقليمي في الهند حتى الوقت الحاضر، وكان له دور كبير في نشر الصناعات الثقيلة في الأقاليم الهندية الأقل تطورا، محاولة من هذه الدولة الحصول على التوازن في عملية التنمية لجميع الأقاليم وإتاحة الفرص للجميع. وفي الستينات وبداية السبعينات اعتمدت الدول النامية التخطيط الإقليمي، فكانت تجربة العراق ومصر والبرازيل دليل ناصع على نجاح أسلوب التخطيط الإقليمي. وقد تراوحت ممارسات وأهداف التخطيط الإقليمي في تلك الدول بين 1. تطوير واقع حال الأقاليم والوحدات الإدارية من خلال تنمية وتطوير واستثمار الإمكانيات المتاحة بأقل كلفة وبأفضل بدائل. 2. تحقيق التوازن القطاعي في توجيه الاستثمارات والتخصيصات المالية والتنسيق التام بين مختلف الأنشطة ليضمن الحصول على أفضل نتائج التخطيط. 3. استثمار الموارد والثروات الطبيعية الكامنة في الأقاليم. 4. اعتماد الأساليب العلمية في توقيع المشاريع الصناعية الكبرى التي تسهم في تنمية الأقاليم بما ينسجم مع أبعاد التخطيط القومي. حقيقة في هذه النقاط ومن خلال تجربة الهند ممكن أن نرى بأن التخطيط الإقليمي هي الأداة الأصلح لإمكانية اعتمادها للحصول على أفضل النتائج. فمثلا الهجرة وأفواج الهجرة الكبيرة من الريف نحو المدن سبب للدولة مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة. فمثلا نبدأ بالريف المهاجر منه، إن هجرة الأيدي العاملة ذات الخبرة الكبيرة في عملية الفلاحة والزراعة للأرض تعد أكبر مشكلة للدولة سواء كانت في الهند أو أي دولة كانت فيها النشاط الزراعي كبير وحيوي. فالخبرات التي تعمل في زراعة الأرض، هذه الخبرات أبدا لا يمكن تحقيقها إلا بجهود كبيرة، وبالتالي فإن الإبقاء عليها والمحافظة عليها وتنميتها وتطويرها يكلف جهود كبيرة من قبل الدولة، وبالتالي فإن عملية هجرتها من مواضعها الأساسية إلى نحو المدن يشكل عقبة كبيرة أمام التنمية والتطوير. فالنشاط الزراعي هو المسؤول عن توفير التأمين الغذائي المتنوع للدولة. فمثلا نبدأ بزراعة مثلا القمح، الشعير، الذرة والمحاصيل الأخرى الداخلة في حياة السكان من الفواكه والخضر بكل أنواعها. وبالتالي فإن أي تلكؤ في النشاط الزراعي سيسبب مشاكل كبيرة للدولة. بالتالي فإن عملية تطويرها وتنميتها وزيادة الإعانات فيها والصرف ومنح القروض والقروض السريعة والحوافز المالية والتشجيعية وتوفير الآلات والمعدات يعد الخطوة الأساسية من الواجب على الدولة تأمينها والتفكير بها للحصول على أفضل نتائج. وإلا فإن الدولة سوف تضطر إلى عملية الاستيراد من الدول الأخرى بأسعار كبيرة تفرض عليها، وبالتالي سيكون هناك تدمير للاقتصاد القومي لتلك الدولة. أما المشكلة الثانية فأن تكون في المواقع أو المواضع المهاجر إليها وهي المدن.
عادة ما تكون هذه المدن هي لا تكفي فقط إلا لسكانها. وإن صح التعبير هذه الدول هذه المدن وصلت إلى مرحلة أنه لا تستطيع تأمين احتياجاتها لسكانها في حالة الزيادة، الزيادة غير المخططة لها، فما بالك في عملية ظهور حالة أو ظاهرة الهجرة المفاجئة أو المتتالية من الريف نحو المدينة، سيسبب ضغطا وضررا في الخدمات المقدمة من حيث الكفاءة والكفاية، سيسبب ضررا في خدمات السكن، ضغطا في ارتفاع قيمة الإيجار أو بدلات الإيجار وسعر المتر الواحد من الأرض. وإن لم يتوفر فسيعمد هؤلاء السكان إلى السكن في العشوائيات أو في أطراف المدن، وبالتالي سوف يوجد أمراض حضرية للمدينة هي أصلا تكتفي بوجود أمراضها الموجودة، وبالتالي ضغطا في السكان، ضغط على الخدمات السكنية من حيث ارتفاع بدلات الإيجار وسعر الأرض، ضغط على الخدمات التجارية وارتفاع أسعار المواد، ضغط على الجوانب الخدمية الصناعية في ممكن رفع أجور العمل داخل المدينة، تلوث فضائي وتلوث في البيئة، كل هذا عوامل سيسببها حقيقة عملية الهجرة من الريف إلى المدن، وأسبابها وظواهر أخرى لا يكفي الوقت لذكرها. وبالتالي استطاعت الهند أن تتلافى بصورة سريعة في الستينات والسبعينات هذه المشكلات بالتفكير بموضوع ما يعرف بالتخطيط الإقليمي، لإدراك الدولة بأهمية هذه الخطوة لمعالجة المشكلات. فكانت أهدافها تطوير واقع حال الأقاليم والوحدات الإدارية المحيطة بالمدن الأساسية الرئيسية أو الكبرى للحد من الهجرة، وتحقيق التنمية والتخطيط والتطوير المتوازن ما بين جميع الوحدات الإدارية في الدولة، وبالتالي إتاحة الفرص للجميع الحصول على حقوقهم، تحقيق التوازن القطاعي في توجيه الاستثمارات والتخصيصات المالية. مثلا في بعض الدول تعزز جوانب التحفيزية والتشجيعية والإعانات والمنح والقروض لقطاع معين، كان يكون القطاع الصناعي أو القطاع السياحي، وإهمال بقية القطاعات الأخرى. هذا النوع من التخطيط سيفرض على الدولة أن تفكر مليا في عملية التوازن في عملية الصرف والتفكير والتخطيط للقطاعات الأخرى لخلق حالة من التوازن، لربما يكون هناك تلكؤ يوما ما في أحد القطاعات يمكن سد النقص من خلال قطاع آخر يكون نشطا آنذاك. ثالثا استثمار الموارد والثروات الطبيعية الكاملة في الأقاليم. نحن نعلم جيدا بأن الإمكانات والموارد الموجودة في البلد أو في الإقليم ما هي قابلة للنضوب أو الانتهاء أو النفاذ، وبالتالي فإن عملية استثمار الموارد والإمكانات في الأقاليم الأخرى المجاورة التابعة للدولة سوف يعطي للدولة التفكير المناسب والأفضل لاستثمار هذه الإمكانات لزيادة المستوى المعيشي، لرفع مستوى الدخل، لأن تكون الدولة هذه دولتهم دولة قوية اقتصاديا، ممكن تفادي الأزمات، تفادي المشكلات الطارئة، تفادي الظواهر الطبيعية التي تحدث كالزلازل، البراكين، الفيضانات وغيرها. كذلك كمستوى عام أن الاستثمار سوف يسمح للجميع الحصول على حقوقهم وفرصهم من العيش الرغيد. وأخيرا أن اعتماد الأساليب العلمية في توقيع المشاريع الصناعية الكبرى سوف تسهم في تنمية الأقاليم بشكل واسع، لأن الموارد والإمكانات المتاحة في الأقاليم المتنوعة سوف يجعل الدولة أمام التفكير
الواسع ونظر في الأفق الأكبر والأوسع في توفير القطاعات الاقتصادية كالصناعة أو السياحة ونشرها على جميع الدولة دون الاقتصار على إقليم معين. وختاما ننتهي في هذا العرض في جانب التخطيط الإقليمي في هذه الفقرة في محاضرتنا هذه، وسوف نلتقيكم بإذن الله في محاضرة لاحقة.